ما هو قانون البناء الموحد؟ ما الذي يعني هذا المصطلح؟ أنا يعني في الأول بحيي حضرتك على السؤال البداية الحقيقة. شكرا. يعني سؤال فعلا هو ما لا يبدأ الموضوع إلا أن احنا نعرف يعني إيه قانون البناء الموحد، كلمة الموحد، لأن هو الحقيقة مش في اسم القانون، هو اسم قانون البناء، ولكن موحد ليها معنى وليها مغزى. بتعني أن قانون البناء هو صدر 2008، 119 في 2008. قبل الحقيقة 2008 كانت منظومة البناء بيحكمها عدة قوانين متفرقة. يعني قانون للبناء، قانون للتخطيط العمراني، قانون للمصاعد، قانون فيما يخص الترميم والصيانة، جاية في قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر. فطبعا منظومة البناء والإسكان والبناء والتشييد مفروض تجمعها منظومة واحدة متكاملة، لأن طبيعة تكرار النصوص في أكثر من قانون يحدث تداخل تضارب، ممكن تكرار المواد يحدث تضارب النص وعكسه في قانون آخر. طبعا دوت بيحدث بلبلة لدى اللي بيتعامل مع القانون. فكان التفكير عن 2001 في أنه يتم تجميع كافة التشريعات المنظمة للبناء، عملية البناء والتشييد في قانون واحد. وبالتالي تم تجميع كافة القوانين في قانون واحد، هو قانون البناء الموحد، ليضم كل منظومة البناء في قانون واحد. تبدأ بأربعة أبواب فنية: باب التخطيط العمراني، التنسيق الحضاري، ثم البناء اللي هو خاص بتراخيص البناء، وأخيرا باب الحفاظ على الثروة العقارية اللي فيها باب اتحاد الشاغلين. فتسلسل منطقي بيشمل عملية البناء من أول التخطيط إلى أن يصبح المبنى مبنى كامل، وأنا بضع من الآليات اللي أنا أصونه بيه أو أدير المبنى بيه. فهذا حضرتك ليكي اتفضلي يا فندم لو لسه في استكمال. لا يعني هو دوت معنى الموحد. البعض بيفهم ان كلمه موحد ان المبنى بكل المباني ليها اشتراطات واحده. لا، هو واحده، لان موحد لانه وحد كل القوانين في قانون واحد في مجلد واحد. اما كل كلمة مبنى كلمه موحد تنعكس على القوانين بالفعل، وليس على شكل البناء او تراخيص البناء. بالفعل يعني قانون مبنى في القريه غير في المدينه غير في الساحل، كل منطقه او كل محافظه بيحكمها اشتراطات خاصه بيها، بتكون مخرجات الاشتراطات او الدراسات التخطيطيه اللي بتخرج في شكل مخطط، هو اللي بيضع الاشتراطات البناء في هذه المنطقه.